بل إن شعبة بن الحجاج حتى بولغ فيه، طبعا هو إمام أهل بصرة في الحديث، حتى قال بعض المحدثين ما العلماء إلا شعبة من شعبة، ما العلماء إلا شعبة من شعبة. إمام أثنى عليه يحيى بن معين وأثنى عليه الإمام أحمد، يعني علم، وله 300 شيخ، ومع هذا كله لو أخذ الواحد منا من 300 شيخ وأي شيوخ إذا به يرى نفسه كأنه عالم من الأعلام. ومع هذا كله الرجل هذا شعبة رحمه الله طبعا عاش 78 سنة وكان في علم الحديث، ومع ذلك ماذا يقول؟ لأنه كان يقدح في الرجال، يقول والله إني أخشى أن أدخل النار بسبب علم الحديث مع جلالة قدره. وكان يقول لأن النظر في الأسانيد وفي الرجال، يقول احرصوا على عدم التوغل فيه، وتمنيت أني لم أدخل فيه لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشاهد من هذا أنه في أول حياته كان مشغفا بالشعر، وهذا هو المقصود من هذا الكلام، كان مشغفا بالشعر، فيقول مررت على محدث يحدث فأعجبني حديثه فقلت هذا هو الذي ينفع، فترك الشعر حتى قال الأصمعي ليس هناك من هو أشعر من شعبة. لكن سبحان الله يقول مررت بمحدث فسمعت حديثه فأعجبني فتعلمت الحديث، فأصبح إمام أهل بصرة شعبة بن الحجاج. شعبة هذا إذا قال في شخص قولا اعتمد. ومع هذا كله ما الذي بقي؟ علم الحديث، العلم الشرعي. الشافعي رحمه الله يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فالشاهد من هذا أنك كطالب علم أو داعية أو متحدث تريد نفع الناس عليك بالدليل الشرعي، القرآن والسنة وما فهمه السلف. أحيانا لو أتيت ببعض الشعر الحسن فلا إشكال في ذلك، لكن أن يكون ديدا الإنسان فيما يتحدث شعر أو قصص، راح فلان وجاء فلان، هذه لا تفيد. والواقع يشهد بهذا، فيما مضى قصاص وشعراء وكان الناس يحبون مجالستهم ومسامرتهم وتزدحم عندهم وأمامهم الركب بالآلاف المؤلفة، لكن ما الذي بقي؟ ما يبقى إلا العلم الشرعي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. تشتغل بهذا الذكر يحفظ الله لك ذكرك ويحفظ لك علمك. والجزاء من جنس العمل. علم شيخ الإسلام رحمه الله ما ضاع سدى، بقي. علم ابن القيم، علم من سبق، علم الإمام أحمد، علم العلماء السابقين ما ذهب. ولذلك لما أتت الفتن في أي زمن من الأزمان إذا بكلام هؤلاء يأتي. ولذلك ماذا كان يقول سفيان الثوري؟ يقول أستاذنا شعبة. الثوري جبل، فانظر، فاحفظ وقتك وانفع نفسك وانفع غيرك بالدليل الشرعي.